يمكن أن يخرج الملاحظ بداية من هذه التصريحات للعامري؟ وما هي دوافعها باعتقادك في أجواء تبدو العراق في أمس الحاجة لتشميع الصوت وتجميع السواعد لمحاربة تنظيم الدولة؟ لماذا يطرح مثل هذه التصريحات الآن؟ شكرا جزيلا على الاستضافة، وأحيي قناة الحوار وأحيي كادرها وأحيي جمهورها. ابتداء طبعا ما ذكره السيد هادي العامري من كلام كان في إطار استعراض عسكري أقيم بمناسبة للحشد الشعبي. والسيد هادي العامري هو أحد أبرز قيادات هذه الميليشيا وهذا التجمع العسكري. طبعا هو بالنهاية يضع هذه المبادرة أو هذا التلميع لصورة الحشد الشعبي يعني في سياق يعني هذه قوتنا وهذه استعراضاتنا. هي ليست المرة الأولى التي يتحدى بها السيد هادي العامري المؤسسة العسكرية الرسمية العراقية، له تصريحات كثيرة سابقة أشاد بالحشد الشعبي وكان بنبرة التحدي، تحدث عن معركة الفلوجة وسنشارك في معركة الفلوجة ولن يمنعنا أحد، وتحدث أيضا في مناسبة أخرى عن معركة الموصل وهي المعركة المهمة والمقبلة، وأيضا بنبرة التحدي للحكومة العراقية حين أكد مرة أخرى بأنه لن يستطيع أحد أن يمنع الحشد الشعبي من المشاركة في هذه المعركة المصيرية. واضح جدا في مقدمتك أخي الكريم التي يعني استعرضت فيها هذه التصريحات واستعرضت بها ملفات الحلقة، أشرت كثيرا إلى موضوع مساس هذه التصريحات بهيبة الدولة وهيبة المؤسسة العسكرية، وأنت مصيب من الناحية العملية في مثل هذا التوصيف. ولكن السؤال المهم الذي يطرح الآن، إلى أي درجة يعني فعلا هناك دولة بالإمكان أن الإشارة إلى قدسية رموز هذه الدولة اللي هي المؤسسة العسكرية يمس هذه الدولة؟ هناك إشكالية في مفهوم الدولة في العراق، يعني من الصعب جدا أن نقول هناك دولة مؤسسات حتى نجي نطعن بالمؤسسة العسكرية. هذه ينبغي أن تراجع مفهوم الدولة المتمثل بأركانها وسيادتها وحضورها الإقليمي وفعاليتها مع المواطن. هذه كلها عبارة عن مفاهيم منقوصة في العراق. يعني هناك مشكلة في السيادة، هناك أراضي خارج إطار الدولة، وبالتالي الركن المتعلق بعناصر ومقومات الدولة مفقود. فيما يتعلق بتوفير الدولة للأمن، أمن المواطن، أمنه الشخصي وكذلك أمنه المعيشي، هذا أيضا منقوص، وبالتالي هذا ينقص من مفهوم الدولة ويقوض هذا الركن وهو أحد أركان الدولة أو مقوماتها. بالتالي أنت حينما تشير إلى هذه الإشكاليات، المواطنون أنفسهم اقتحموا المؤسسة التشريعية مجلس النواب ولم يستطع أحد أن يردعهم، ذات المواطنين اقتحموا المؤسسة التنفيذية في وقت سابق ولم يستطع أحد منع هؤلاء، هناك مفخخات من الإرهاب الأعمى يضرب مناطق بغداد ولا تستطيع المؤسسة، كل ما جرى من أعمال إجرامية وإرهابية بحق أبناء الشعب العراقي وآخرها تفجير الكرادة الذي بموجبه ذهب المئات من المواطنين، لم تخرج الدولة بأي مخرجات تحقيقية حول هذه الجريمة وغيرها من الجرائم السابقة التي حصلت. ما حصل من فقدان العراق ثلثي مناطقه لم نفهم الآن لماذا سيطرت داعش على هذه المناطق، وبالتالي مفهوم الدولة مفهوم منقوص لا يمكن أن نعول عليه في الحالة العراقية بأنه يمس. السيد هادي العامري من الطبيعي جدا بأنه يعني يتحدث بهذه الطريقة، رجل له سطوته، له سلاحه، بالتأكيد الحكومة متواطئة مع هذه السطوة، لن تستطيع أن تجابه هذه السطوة إنما تسايرها. والمضرب مثال بسيط جدا. الإشكال دكتور عبد الوهاب، لا ندري إذا كانت الدولة كما قلت متواطئة مع هذه السطوة وهذه القوة وهذا الحضور أو هي تهابها، ولكن المثير أن الأقاويل في الفترة الأخيرة هي
ربما محاولة لإلجام الأصوات المنتقدة في الفترة الأخيرة، القول الذي سمعناه على أكثر من منبر بأن هذه الميليشيات باتت جزءا من القوات الحكومية أو تحت مظلتها. الآن عندما يقول هادي العامري بأننا أقوى من الجيش، هو ما زال يفرق بين هذا وذاك. إذن يعني دعنا نقرأ هذه المقولة وسؤال جنابك أخي من زاويتين، الزاوية العسكرية والزاوية التنظيمية للحشد الشعبي. الحشد الشعبي هو عبارة عن مجموعة من الميليشيات والفرق العسكرية المؤهلة والتي لديها المكنة العسكرية ولديها الرايات التي تستعرض بها في شوارع بغداد أو حينما تقاتل في مناطق القتال ضد داعش أو حينما تذهب لتخريب المدن كما حصل مع محافظة صلاح الدين وما حصل مع مصفى بيجي. بالتأكيد هو يتباهى بأنه أقوى من الدولة. في موازنة عام 2016، هل تعلم بأن مخصصات الحشد الشعبي وصلت إلى تريليون و160 مليار دينار عراقي، أي ما يوازي مليار دولار، أكثر من مليار دولار أمريكي. وبالتالي هناك يعني مال مخصص ومصروف للحشد بهذا الكم الهائل. بالتالي يعني طبيعي جدا أن يتفاخر السيد هادي العامري بهذا المال المصروف. وهل تعلم بأن هناك زيادة في تلك المخصصات من موازنة عام 2017؟ وفي ذات التصريح الذي يمكن أن تقرأه لترجع ما هي تلك المخصصات، تجد بأن رئيس الوزراء حيدر العبادي يشير إلى أننا سوف نتعامل مع ميزانية تقشفية نقلل بها من احتياجات المؤسسات، مؤسسات الدولة، ولكننا لن نتلاعب بالمخصصات المالية للحشد الشعبي. بالتأكيد الدولة تهابل الحشد الشعبي. طبعا هذا من ناحية المنظور العسكري أخي الكريم. لو قرأنا الموضوع أيضا من منظور سياسي وهو ربما المنظور الأعقد، فأولا هناك نزاع على وزارة الداخلية التي منذ أن تشكلت حكومة حيدر العبادي ومنحت الثقة، كان هادي العامري متمسك جدا بحقيبة وزارة الداخلية ويعتقدها أنه استحقاق له، استحقاق شخصي له ولمنظمة بدر التي هو أمينها العام. وبالتالي هو يعني بدأ يناطح سياسيا من لدن هذا الاستحقاق أو من زاوية هذا الاستحقاق، بأنه أنا عندي قوة عسكرية تفوق قوة الجيش والشرطة، وبالتالي لي الأحقية بأن أتولى مهام وزارة الداخلية. طيب أنا دكتور يعني هذه نقطة أيضا في غاية الأهمية الحقيقة. الآن العراق يخوض حروب على أكثر من جبهة ويستعد لمعركة الموصل المصيرية دون وزيري الدفاع والداخلية، كما أشرت أنت لوزير الداخلية الغبان ووزير الدفاع الذي أقيل في الأيام الأخيرة، وربما يكون العامري يضع عينيه على إحدى هاتين الحقيبتين، لا ندري على كل حال. ولكن التأثير، هذا هو سؤالي الأخير دكتور عبد الوهاب، التأثير النفسي بالتأكيد سيكون كبير على الجيش العراقي وهو يستعد لهذه المعركة الآن. يعني حتى نكون صراحة فقط، يعني أكمل فكرة الشق المتعلق بالبعد السياسي لهذا الموضوع الذي يتفاخر به السيد هادي العامري الأمين العام لميليشيا بدر. هو يعني هناك رسالة مهمة يجب أن تصل، بالإضافة إلى رسالة وزارة الداخلية التي يطالب بها، أن الحشد الشعبي مقبل على عملية انتخابية في عام 2017 المتمثلة بانتخابات مجالس المحافظات وعملية انتخابية تشريعية عامة في عام 2018. يريد الساسة القريبون جدا من الميليشيات ومن زعاماتها ومن قياداتها أن تكون هناك قوة انتخابية هائلة من خلال الحشد الشعبي. وبالتالي هناك أصوات الآن موجودة تطالب بأن لا يدخل الحشد الشعبي الانتخابات لكونه مؤسسة عسكرية. ولكن هنا السيد هادي العامري يقول بأننا سوف ندخل الحالة الانتخابية لأننا بتنا أقوى من الجيش والشرطة، وبالتالي هذا استحقاق آخر يضاف إلى المشاغبة السياسية التي سوف تكون، لأن الحج الشعبي سيكون جزء من المنظومة السياسية في الأيام المقبلة. السيد نور المالكي هو الذي راعى الحج الشعبي سياسيا ورعاه ماليا ورعاه عسكريا، وبالتالي أن لا يجني ثمار هذه الرعاية فهذه يعني كارثة بالنسبة للسيد نوري المالكي. سيعمد والكل من أمثال السيد نوري المالكي ومن السيد هادي العامري وسيد قيس الخزعلي إلى
يعني التعامل مع الميليشيات على أنها قوة انتخابية وليست كقوة عسكرية، وليس كقوة عسكرية وكذلك كقوة سياسية. فيما يتعلق بسؤالك أخي الكريم، لا قيمة للمؤسسة العسكرية العراقية أمام هذه المعارك. كلنا يعلم بأن المعارك التي تخاض ضد داعش في مناطق العراق ولا سيما الوسطى والشمالية كلها تدار من قبل التحالف الدولي، والتحالف الدولي هو الذي يدير هذه المعارك. وجود المؤسسة العسكرية العراقية دور تكميلي ليس له عنصر القيادة، ليس له عنصر الرأي، وإنما لديه عنصر المشاركة فقط، والتحالف الدولي يتولى هذه القيادات. لابد أن نؤكد على نقطة مهمة، وهي جزء من مثالب الدولة العراقية، بأن وزير الدفاع ووزير الداخلية هي عبارة عن مناصب سياسية وليست مناصب تنفيذية. يعني القائد العام للقوات المسلحة هو الذي يتولى مسك زمام الحالة العسكرية، رئيس الأركان هو الذي يتولى البعد التعبوي بالنسبة للمؤسسة العسكرية، وزير الدفاع مسؤول عن الميرة، مسؤول عن الغذاء، مسؤول عن أفرشة الجيش. لا دور لوزير الدفاع فيما يتعلق بالمعارك، وبالتالي لن تتأثر المؤسسة العسكرية بالنهاية في المعارك التي سوف تدور في الموصل ربما على المدى القريب. الدكتور زايد عبد الوهاب أستاذ العلاقات الدولية كنت معنا من إسطنبول، نشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة.